مدرب 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 مدير ديال سميتو اشوفها هي تمام الحضره ديالكم السيس كيبكي كيبكي مهبط عينو باش ما مهبطش هاد المعافين ما لحقت فيها والو انا مش كاش عندهم شي واحد انا حتى جاب والله ما راحت كاين شي واحد قربوا والله ما بغيت هادشي اش يقربوا شوف 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 حي هو والله نفسي ما شوف سير والله كيدير شي استولاد نفسي ما شوف ما قميصه هذا واحد من هذا حيد السيد حيد كومبلي هذا اشوف هذا الفرحة الفرحة يبكي بالفرحة خمسة طيارة تعادلوا مع نيجيريا عندها خمسة ازاش عندهم شي واحد يا اخوي كيف هذا اللي تخاصم فيه شنو هو العنوان؟ شكون؟ السحور ديالك ما كلاش يلا فراس سيسي ما قالك لا لي من اليسر ياك ما قشتها فيها والو وايه كان باغي الدراهم باغي الفلوس بغى الجنيهات من عند سيسي ما صدقتلوش واش غا يعطيهم سيسي احمد الله ما دالهم شي ولا ما يديلهم شي ما يعطيهم ابغى المنصب ولا شي حاجه يا راه غادي يخرج هذا العام فهمتني غادي يخرج من الكره ما يبقى يدخل والو خصو منصب داكشي علاش قال هذيك الهضره باش يدخلوا السيسي شي منصب اداري تحليلات زعما هو اللي دابا خرجوا عايس كبير ها كلشي ولا 17 الثمن كيف
كيفاش كلشي ولا 17؟ ها تيتمركي عليها شنو الخطه مع باش كيدخلوا كيدخلوا جوج لواحد ويرجعوا اي مباراه 17 النهايه لعبت 17 النهايه وهي تلعبها دات فيها 5 الكيسه سبعتاش المرة وما يلعبوا النهائي أبصحتكم مساكين الضيم الضيم ضايمين ما عندهمش ما عندهمش خياطة هو كهرباء شتي كده ام كهرباء هاد تلقاها في اليوتيوب امكن تاني دابا باش غيدوزو المصري يفوسطو راح يدوس يدوس هنا واش يجي هنا طاح هنا طاح هنا طاح اللويز هنا نلعبوا عليه راني كنترجم لكم هنا طاح اللويز هنا نلعبوا عليه واحد السيد اللي تا هو كيقول لك يا خامس كيجي حدايا بالديك على خامس
عطاوش الميدالية داو الميدالية الروح الرياضية ها؟ ما بيستهلوا انت كاس هذا الكاس هذا يوم ما نعطي لهمش كاس روح الرياضية هذا الكاس يلا انت يوم ما نعطي لهمش هذا كيت باش ما يهربوش هذا كيت تعطو داك الأقدام لاعب هذيك هي الشيخه بدل المهم حتى فرقه فيهم ما لعبت لا هذه ولا هذه كاميرون شويه احسن من مس ولكن ماشي اللعب ديالو ديال الكاس هو ولا دا الميداليه شت لا كنهضر لك على الكاس كاس كنقول لك مشى دا الكاس وما داش ميداليه هو ولا داها تيحيدوا الميداليه سير بلاص ما يقدرش يديرها نمو الوجه باش يديرها الدكتور وكل شيء الآن يأتي جيل هذا يتكون من
17 راه في دارو راه في دارو راه في دارو لا الكاس ما كديش الكاس 17 لا الكوت ديفوار بزاف هيا في دارو هيا في دارهم شامبيون 17 شتاب راه مشتاب واش فهمت لهم هم شتي المساج اللي في دارو 17 مرة 5 المرات هما يديوها ايوا رانا راه محاسبين هذا دابا هذيك 17 مرة وما يلعبوها قالوا انا رش عليه التوتال ديال بهذا 17 مرة وما يلعبوه باللي داو اللي ما داوش اش كيديروا كاع 5 من 17 بقى 12 هكك كاس افريقيا للامم 2017 تحضر الجماهير الكبريه ما لكن هي لكن لا ننسى ان زعيم اللعبة الشعبية هو المنتخب المصري ممكن تشوف امامنا سيتسلم اللقب الافريقي من يد رئيس جمهورية الجابون هاني بانكو ممكن تشوف سيرفع الان هذه الكاس مع نيكولان كولو الاحتفال بكريون لمتوج المنتخب الكاميروني بالكاس الخامسه في ليبرميل العاصمه الكابونيه تنتهي هذه المسرح 31 من يعني يا رجال بصح صراحه الرجاله العربيه مبروك اكيد الكره الكابونيه والى اللقاء في 2019 في ارض الله ولكل حادث حديث أما الآن فالمنتخب المصري سوف ينقل على تصفيات كأس العالم والأمان كل الأمان بالتواجد في العاصمة الروسية موسكو في صيف 2024 الصيف بعد بإذن الله لكم كتبوا